إلى جميع طلاب الأحباء في كل مكان وزمان، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم هو أول يوم بالسنة 2021، أوكي؟ بحب أستغنم الفرصة وأقول لكم إن شاء الله تكون سنة خير وبركة وصحة وعافية على الجميع بإذن الله تعالى. درس اليوم عن verb take, very strange meanings. For verb take، معاني كتير غريبة لهالverb هيدا. مشان هيك حبيت اكتب هون unbelievably important، مهم بشكل لا يصدق. لنبتدي بأول جملة. Number one, she takes after her mother. هي تأخذ بعد أمها. يمكن وضحت الفكرة عنكم، لكن هي طالعة لأمها، يعني حتى يمكن بالشكل، بالصوت، نبرة الصوت، بالحديث، بالتصرف، بنقول عنها كأنها أمها. أوكي. She takes after her mother. Number two, the technician is taking apart the TV so that he can fix it. التكنيسيان اللي بعرفه فرنسي يمكن هيك بقولوا له، والمهندس أو ما بعرف شو بقولوا له بالعربي، عم يفك التي في. هيدي taking apart، عم يفك التي في مشان يقدر يصلحه. Okay. Number three, the jeans I bought were too small, so I took them back. الجينز اللي اشتريته كان كتير صغير، لذلك رجعته للمحل. بس إذا لاحظتوا جينز، طالما كلمة اخذ أس تعتبر باللغة الإنجليزية تعتبر جمع، مشان هيك ما قلنا I took it back، I took them. يعني كل شيء shorts, pants, jeans، كل شيء كلمة. نحن لأنه باللغة العربية بنقول جينز بنعتبره مفرد، والpants بنعتبره مفرد، لا بالإنجليش هو جمع. Number four, I'm sorry I said you were stupid. لكن I'm sorry I said you were stupid. I take it back. أنا آسف، عم يعتذر، قلت إني قلت إنه أنت، أكيد عم خاطب عامله، قلت عنك أو قلت إنه أنت stupid، يعني مسطول، ما هبلة، ما بعرف، كل بلد بيقولوا له شيء. I take it back. بسترد هالكلام، يعني بسحب كلامي. أوكي، يعني بعتذر وبسحب كلامي. Number five, my friend lost his job and his apartment, so I took him in for a month. صديقي خسر شغله وشقته اللي ساكن فيها. Okay, لذلك شوف I took him in، أخذته إلى الداخل. For a month، يعني طلبت منه أن يبقى معي ببيتي أو بشقتي لمدة شهر. Okay. Number seven, the teacher spoke so fast that I couldn't take in all the information. الأستاذ حكي كتير بسرعة، مشان هيك ما قدرت take in، يعني أخذ كل المعلومات إلى داخلي، يعني بمعنى ما قدرت استوعب كل المعلومات، لكن take in all the information، إني استوعب كل المعلومات. Number seven, I love this dress. صبية أو مرة عم تقول بحب هالفستان، but it's too loose، ولكن كتير واسع. Could you take it in an inch؟ أكيد أنا عم تحكي مع الخياط أو الخياطة، عم تقولون فيكن لو سمحتوا ضيقولي إياه. Take it in، ضيق هالفستان ل inch واحد. الإنش أكيد هو بعادل 2.2 centimeters، بالسنتيمترات بعادل 2.2 بعتقد. Number eight, what time does the plane take off؟ أي وقت الطائرة تقلع؟ Okay, what time does the plane take off? Number nine, after the circus was over, the workers took down the big tents. بعد ما السيركس was over، يعني خلص انتهى السيركس، العمال يعني بمعنى أخذوا التنتس والخيام، خيام تبعت لتحت، بمعنى فكوها وضبوها. Took down, okay, the big tents. Number 10, she took down my address and phone number. هون تغير المعنى، نفس الكلمة لاحظته ولكن تغير المعنى. هي أخذت بمعنى كتبت، دونت عنواني ورقم التلفون، يعني طلبتهم مني وأنا عم بقول لهم هي كانت عم تأيدهم. Number 11, I always take off my shoes as soon as I get home. كمان عندي كان take off هون للطائرة أقلعت، ولكن هون الحذاء مش رح يقلع، يعني تصور
تشلح الحذاء ووش يطير يقلع. لا كمان. لكن دائما انا بخلع حذائي as soon as I get home، مجرد اني اوصل على البيت، يعني ما بفوت على البيت بحذائي. Number 12. He was here for about 15 minutes. هو كان هنا حوالي لمدة حوالي 15 دقيقة. And then he took off. وبعدين غادر بسرعة. هلا أكيد لو بدي أقول غادر عادي بقول then he left. غادر. ولكن لما بقول took off يعني فجأة انتبه يمكن على الساعة أنه متأخر أو جاء اتصال وقال مضطر ركض. هيدي ركض ركض وغادر البيت تقول and then he took off. أكيد درس مهم جدا بهالأفعال هيدي بهالمعاني الغريبة الحلوة. بتمنى كلكم استفدتوا من هالفيديو. And if you are watching this for the first time, please do subscribe and hit that notification bell. Okay? بتمنى اللي أول مرة عم يحضر الفيديو يعمل سبسكرايب لقناتي عشان يوصل لك الفيديوز مجرد إني أنا أعمل لهم بوست على اليوتيوب. Okay? So until I make another video, you guys take care of yourselves and I'll be talking to you real soon. Bye bye for now.